الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في التعليق على كتاب شرح البلاغة من قواعد اللغة العربية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ولازلنا بارك الله فيكم في أسباب التشبيه، أي الأسباب التي يؤتى فيها بالتشبيه. قال المصنفون: وإما، يعني من أسباب التشبيه ومن أغراض التشبيه، قالوا تقرير الحال، تقرير حالي، يعني تقرير حال المشبه. يعني مر معنا كما تذكرون من الدروس الماضية، مر معنا أن من أسباب ومن أغراض التشبيه بيان إمكان الشيء، إمكان المشبه، وبيان حاله ومقدار حاله، عفوا، بيان مقداره، مقدار المشبه أو مقدار حال المشبه، وبيان حال المشبه. الآن قالوا تقرير حالي، تقرير حال المشبه، وهذا غير بيان حال المشبه، هذا تقرير لحال المشبه. قالوا كقول الشاعر نحو: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إن القلوب إذا تنافر ودها، القلوب إذا تنافر ودها، إذا لم يعد بينها ود بل تنافر ودها، يعني صارت بينها شيء من العداء مثلا أو من البغض أو غير ذلك، فتنافر ودها، صار كل جزء منها في مكان. القلوب يعني أن يبين، يقرر الحال، يقول: إن القلوب إذا تنافر ودها، إذا تنافرت وصارت متفرقة ولم تعد، ولم يعد بينها هذه المودة، لم تعد بينها المودة. قال الشاعر: مثل الزجاج كسرها لا يجبر، لا يجبر يعني لا يصلح. قال مثل الزجاجة، مثل الزجاجة، الزجاجة المعروفة، كسرها إذا انكسرت لا يجبر، كسرها لا يجبر يعني لا يمكن أن تصلح وأن يعاد إصلاحها. قال المصنفون: شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. فهذا فيه تقرير للحال، يعني هذا فيه كما قال المصنفون تثبيتا لتعذر عودتها، يعني فيه تقرير لحالها أنها لا يمكن أن تعود إلى المودة فيما بينها، كما أن الزجاجة لا تعود إذا 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 انكسرت لا يجبر كسرها. طبعا في هذا البيت نظر، يعني كما سيأتي معنا كلام الشيخ ابن عثيمين، قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيمكن أن يعود ود القلوب، وإن تنافر ودها فإنه يمكن أن يعود، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسنذكر كلامه بإذن الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين: وأيضا الزجاج الآن إذا انكسر يمكن أن يعاد جبره، وممكن أن يصهر بأن يذاب ويعاد، وأن يعاد صنعه. وأيضا الآن صارت هناك طرق لإصلاح الزجاج المكسور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الود المحبة، أي إذا تنافر ود القلوب فلا يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه، ولا تعود القلوب إلى سابق عهدها من الألفة والمحبة، مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. قال: والحمد لله أن هذا البيت يكذبه الواقع، وكذلك الحال بالنسبة للزجاج، فالآن أصبح لدينا بفضل الله ما يجبر الزجاج. والحقيقة أن معنى هذا البيت خطأ، فالقلوب قد يتنافر ودها ثم تتآلف، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولكن على كل حال هذا حديث لا يصح، بل هو موقوف على علي رضي الله عنه، هو من قول علي رضي الله عنه، هذا هو الراجح ولا يصح حديثا. قال الشيخ:
والزجاج الآن يتنافر ثم يتآلف، والحمد لله الذي أعطانا مادة تجبره إذا انكسر. وعلى كل حال، حتى لو فرض أن الزجاج لا يجبر، فإن القلوب إذا تنافر ودها قد يجمع الله بينها. هذا يقع كثيرا ومشاهد أيضا. لكن على كل حال، هذا الشاعر يريد أن يقرر هذا الأمر، لكننا نقول في الحقيقة هذا التقرير ليس بواقع. قال يعني قال المصنفون شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. ثم قال المصنفون وإما تزيينه، يعني من أسباب التشبيه تزيين المشبه، من أسباب التشبيه تزيين المشبه. قالوا نحو سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغرير. يعني الآن هذا يعني يصف امرأة، هذا الشاعر يصف امرأة اتخذها مثلا زوجة له وهي سوداء، فخاف أن يهجوه الناس أو أن يلومه الناس أو أن يتكلم عنه الناس، فيقولون أنه تزوج امرأة سوداء، فهو يريد أن يحسن أن يزينها. فقال سوداء واضحة الجبين، يعني جبينها واضح وبين، كمقلة، المقلة هي العين، كمقلة الظبي الغرير، يعني هي كعين، يعني جبينها واضح كعين الظبي الغرير. قال المصنفون شبه سوادها، عفوا سوداء، يعني هذا تشبيه للسواد وليس للجبين، شبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها. قال الشيخ رحمه الله قال فشبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها، والمقلة هي العين، فهذا يخاف أن يهجوه الناس باختياره السوداء امرأة له، فبين أن سوادها كمقلة الظبي الغرير، وهذا لا شك أنه تحسين لها. فالحقيقة أن شيئا يشبه بمقلة الظبي لابد من أن تستسيغه النفوس ويزين في القلب، فأراد أن يزينها بهذا العمل. ثم قالوا وإما تقبيحه، يعني أيضا من أسباب التشبيه تقبيح الشيء، نحو وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. الآن هذا فيه هجاء وفيه تقبيح، يقبح الشيء، يقول وإذا أشار محدثا، يعني إذا قام طبعا البيت للمتنبي، يقول المتنبي يعني إذا قام يتحدث وحرك يده في حديثه وفي كلامه، حرك يده وأشار بيده وهو يتكلم، فكأنه، هذا هو التشبيه، يشبهه كأنه قرد يقهقه. القهقه طبعا هي الضحك بصوت، كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، أو امرأة عجوز تلطم وجهها أو صدرها أو ما شاكل ذلك. هذا فيه تقبيح وهو واضح. قال الشيخ رحمه الله قال ومن أغراض التشبيه أيضا تقبيح المشبه وهو أشد، ومثاله قوله وإذا أشار محدثا فكأنه إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله أعوذ بالله، يقول في تقبيح أحد الناس إنه إذا قام يتحدث فإنه يبدو مثل القرد الذي يقهقه، فمهما أوتي الرجل من الفصاحة وحسن الأسلوب فإنه من يسمع هذا عنه، يعني الذي يتكلم وإذا أشار محدثا، يعني حتى لو تحدث بكلام جيد وكذا وفصاحة، فمن يسمع هذا عنه فستكون صورته في مخيلته قبيحة لا شك. قال ويقول الشاعر في العسل، قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قال وهذا صحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء، أي إذا تكلم الإنسان الفصيح البليغ عن شيء تحبه فإنه قد ينزله بفصاحته وبلاغته إلى أسفل من القدمين أو بالعكس. يقول الشاعر كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، قال العجوز تلطم على خدها وعلى رأسها أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه يقبح مهما كان الرجل في حسن إلقائه الخطبة مثلا أو الكلام،
أو إشارته بيده مع كونه يصيب الإشارة. وعلى كل حال فالأغراض لا تنحصر في هذه فقط، ولكن لها أغراض كثيرة. ثم قال المصنفون: وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرفات تشبيه. سنأتي إلى هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.